الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب اجعل اول هذا النهار صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واسمعنا فيه ما يسر نفوسنا وثبت علينا ديننا وعقولنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله ينزل كل يوم على حجاج بيته الحرام 120 رحمة 60 للطائفين 40 للمصلين 20 للناظرين الى البيت الكريم. فوحد الكريم. الهي 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 تنزل كل يوم على حجاج بيتك 120 رحمة مع ان رحمة واحدة من رحماتك تملأ الارضرية مع ان نظرة بنور رضاك تجعل الكافر وليا. 120 رحمة 60 للصائفين 40 للمصلين 20 للناظرين. حتى النظر الى بيتك الكريم عبادة. حتى النظر الى بيتك الكريم عبادة. الطائفون لهم 60 رحمة والمصلون لهم 40 رحمة والناظرون لهم 20 رحمة. الهي 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 نجنا من كل كرب بهدي المصطفى مولى الجميع. الهي 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 نجنا من كل كرب بهدي المصطفى خير الجميع. وهب لي في مدينته قرارا ورفقا ثم دفنا بالبقيع. ايها الموحدون من الرحمن من الرحيم من الملك من القدوس من السلام من المؤمن من المهيمن من العزيز من الجبار من المتكبر من الخالق من البارئ من المصور من العزيز من الحكيم من الحليم من الكريم من الرشيد من الصبور من الشكور من الغافر من الغفور من الغفار من الرزاق من الوهاب من التواب من الواسع من الجامع من الوارث من الوارث من الوارث من الباحث من الباقي من الدائم من الحكيم من الحكم من الحاكم من العدل من الواجد من الماجد من الواجد من الماجد من الواحد من الواحد من الواحد وحد الواحد. وحد الواحد. إلهي
يا إلهي يا إلهي يا إلهي إذا ضاقت عليك الدنيا يا ابن آدم فقل يا الله، إذا تنكر لك الخلق يا ابن آدم فقل يا الله، إذا سألت فقل يا الله، إذا استعنت فقل يا الله، إذا توكلت فقل يا الله، إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله يا الله يا الله يا الله يا إلهي يا إلهي زادي قليل، أنا زادي قليل، أنا زادي قليل ما أراه مبلغي، هل الزاد أبكي أم لطول مسافتي؟ أنا زادي قليل، زادي قليل ما أراه مبلغي، هل الزاد أبكي أم لطول مسافتي؟ أتحرقني بالنار، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي فيك، أين محبتي، أين رجائي فيك، أين محبتي؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يقول في حديثه الشريف: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة، من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتب الله له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق. 40 صلاة إذا صليتها في مسجد إمام الأنبياء كتب الله لك براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئت من النفاق، إكراما لمن؟ لسيد الأنبياء. سيدي يا أبا القاسم، يا حبيب الله، يا نور القلب، يا نور قلبي، يا رسول الله، يا خير من دفنت في القاع أعظمه، يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من فيهن القاع والأكم. نفسي تتوق، نفسي تتوق لقبر أنت ساكنه. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي تتوق لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. نفسي تتوق لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم، صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد،
جديدة. أربع بشريات نزلنا على سيد الأنبياء، فما هي ومتى؟ ما هي البشريات الأربع؟ ومتى نزلت على سيد الخلق وحبيب الحق؟ أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس 85 بعد 103، أجيب عن هاتين السؤالين، ولكن لكي أجيب عنهما فإن لهما خيوطا تمتد عبر التاريخ. فاسمحوا لي أيها السادة الأعزاء أن أنتقل الآن على جناح السرعة إلى رسول الله، إلى المدينة المنورة. فقد أذاعت وكالات الأنباء الإسلامية في العام 10 من الهجرة أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم سيتوجه إلى مكة لأداء حجة الوداع، وسيكون هو رئيس البعثة. وهل هناك رئيس إذا كان هناك محمد؟ لا، لا عظيم من البشر غير محمد. الحبيب عليه الصلاة والسلام الآن يرتدي ثياب الإحرام رداء وإزارا، وفي مكان يسمى ذا الفليتة، وهو ميقات أهل المدينة. أرى السيد الجليل رسول الله يركب ناقته القصواء، وإذا ما ذكرنا ناقته القصواء فإنها أشرف بالتاريخ من أساطيل أمريكا، وأشرف بالتاريخ من دبابات إنجلترا، وأشرف بالتاريخ من مدفعية ألمانيا، أشرف بالتاريخ من صواريخ روسيا، أشرف بالتاريخ من طائرات فرنسا، لأن هؤلاء جميعا يعملون للخراب والتدمير. وصاحب الناقة محمد كان يعمل للبناء والتعمير. فصلوا على البشير النذير. الركب أتحرك، وأرى أمامي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألق النور على جبينه، وتتلألأ الأضواء على محياه. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا، وطلعت في الأكوان بدرا نيرا، أرى أمامي الموكب يتحرك يشق بطول الصحراء. أرى عن يمين المصطفى أمواجا بشرية تتلاطم، وأرى عن شماله كذلك، وأرى عن أمامه كذلك، وأرى من ورائه كذلك 114,000 من موحدي لا إله إلا الله. موكب التوحيد، موكب التوحيد برئاسة رافع لواء التوحيد. إنه العظيم الذي نشر ألوية الرحمة على الأرض. لم يكن جبارا من جبابرة الأرض، ولم يكن جبارا شقيا ولا حاكما عصيا، لم يكن كساكن البيت الأبيض وقلبه أسود، ولم يكن من قياصرة الكرملين الذين فروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، لم يكن صاحب قصور ولا استراحات، إنما كما قال فيه رب الكائنات:
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. لم يكن صاحب الصراحات ولم يكن ياخذ الحكم وجاهه ولا نزاهه، انما كان متواضعا في غير ذل، مترفعا في غير كبر. ولما اراد ربك ان يستخرج له صحيفه سوابقه وفيشه وتشبيهه وتحقيق شخصيته، لما اراد ربك ان يستخرج لحبيبه محمد تحقيق شخصيته لخصها في كلمة واحدة: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها السادة، نحن الان على مشارف مكة فكرمها الله، وقد قطعنا الطريق وقدره 500 كيلو مترا من المدينة الى مكة، وارى امامي هذه الامواج البشرية التي انسابت على وجه الارض تغسل الارض من ارجافها وادناسها وانجافها، تغسل الارض بامواجها وبحرها الطهور. ان هذا البحر هو سيد المرسلين، وهل هناك اطهر من ماء البحر؟ انه النبي، انه النبي في تواضعه يدخل الان امامي، يدخل المسجد الحرام من باب السلام. اراه الان متوجها في خطى وايده ثابته، يتحرك على وجه الارض، يتحرك بخطاه الوئيده الثابته متوجها الى الحجر الاسود. تعالوا لنرى حبيب الله محمدا وهو يضع شفتيه على الحجر. ان في الاسلام حجرين، احدهما يلثم والاخر يرجم، حجر يقبل وحجر يرجم. لماذا؟ اما الحجر الذي يقبل فهو رمز الى اننا نحب الخير للناس جميعا، فهذا الحجر قطعة من الارض لا يزيد عن الارض شيئا، الا اننا نضع شفاهنا عليه لنعلن للبشرية جمعاء ان الاسلام يحب الخير للناس اجمعين. واما الحجر الذي يرجم فهو رمز لابليس الذي عرض للخليل ابراهيم وهو متوجه ليسبح ابنه اسماعيل، عرض له في هذا المكان وقال له: ان الذي اتاك في المنام شيطان وليس وحيا من الله. فرماه ابراهيم، رماه ابراهيم بالحصى في هذا المكان. فنحن نرجم هذه الاحجار لنعلن للبشرية جمعاء اننا نفارغ الشعر في كل مكان حتى ولو كان حجرا لا يعكس، ما دام رمزا للشر. الحبيب يقبل الحجر وارى دموعه الطاهرة الزاكية، اراها تسيل على وجنتيه الشريفتين، وعمر واقف بجانب الرسول، عمر العملاق، عمر الفاروق، عمر العظيم الذي رباه اعظم الرجال. عمر الذي لما حضرته الوفاة وهو حاكم كسرى وقيصر
الذي فوق بذراعيه اكبر امبراطوريتين على وجه الارض الفرس والروم. ومع ذلك لما نام على فراش الموت قال لابنه يا عبد الله يا عبد الله ارفع رأسي عن الوسادة ووضع رأسي على الارض لعل الله ينظر الي فارحمني. عمر عمر ليس كلاما يقال. عمر مدرسة. عمر عقيدة وعمل. عمر ليس كلاما. فمن يباري ابا حفص وسيرته او من يحاول للفاروق تشبيهه يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها. عمر تقول له ام كلثوم زوجه بنت فاطمة بنت رسول الله نفسي تشتهي قطعة من الحلوى. فينظر عمر حواليه ويسألها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها. فتقول له لقد وفرت ثمنها من مصروفنا اليومي. فماذا يقول لها؟ يقول لها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به اولى فقومي لبيت المال رديها. قومي لبيت المال رديها. عمر لم يكن عند عمر مباحث ولم يكن عند عمر مرشدون سريون ولا مرشدات سريات. احضروا دخول النساء في بيوتكم في هذه الايام السود فان كثير من النساء يرتدين الحجاب احيانا ويدخلن البيوت ليكتبن التقريرات. نحن في ايام ما راينا اسود منها على وجه التاريخ. اخوك يكتب فيك تقريرا وابوك كذلك والدنيا اصبحت تئن من الصلب. فاللهم ارفع عنا هذا البلاء يا رب العالمين. الرسول يبكي وعمر يساله ما يبكيك يا رسول الله؟ فيقول له الحبيب هنا تسكب العبرات يا عمر انها ذكريات انه شريط طويل يمتد عبر الزمان الثالث يمتد الى ابراهيم. والرسول يتذكر هذه القرون الخاليات. ايها الاخوة الاحباء يطاف الرسول الان بالبيت سبع مرات ويخرج من باب الصفا ويشرب من ماء زمزم ويسعى بين الصفا والمروة ويتوجه في اليوم الثامن من ذي الحجة اي في مثل هذا اليوم يتوجه الى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويتوجه في اليوم التاسع اي غدا الى عرفات الله. الحبيب محمد الان في مسجد نمرة يلقي خطابه. اسمعوا الى خطاب المصطفى. لم يكن من هواة الكلام انما كان من عشاق العمل. لم يكن يحب الكلام الكثير والوعود الزائفة. لم يكن يعد ويخنث. انها كلمات اسمعوها ايها الناس ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في عامكم هذا. الدماء والاموال حرام. حرام على المسلم ان يعتدي على دم اخيه المسلم
او على مال اخيه المسلم. ثم ماذا؟ كحرمة يومكم هذا يوم عرفة في بلدكم هذا في مكة في شهركم هذا في الحجة. ثم يستطرد الرسول قائلا ان الربا تحت قدمي موضوع، لا ربا في الاسلام، وقد اصبح الاسلام يغتال في كل مكان. الزنا في شارع الحرم جهارا نهارا، عري النساء، موائد القمار، القتل، الغيبة، السرقة، حتى في بيوت الله توضع المساجد تحت الرقابة ليرى ماذا يقول الإمام. حتى الإسلام لم يجد روحة حتى في بيت الله رب العالمين. إسلام يغتال في كل مكان. الربا حرام والأخذ بالثمر حرام. ثم يقول المصلح العظيم محمد صلوات الله وسلامه عليه: واتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أي محبوسات في بيوتكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. ثم يقول الحبيب: وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلم تضلوا بعدي، كتاب الله. ثم يسأل أصحابه: وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالت الأصحاب: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال الحبيب: اللهم فاشهد. كلمات موجزة المبدا، لكنها عظيمة في معناها ومغزاها ومرماها. واذا بالارسال ينقطع لحظة، واذا بالصمت العميق يلف المؤتمر الاسلامي العظيم، واذا بالحبيب محمد يقول لجرير البجلي: يا جرير استنصت الناس، ايمرهم ان ينصتوا. اذا هناك بلاغ اسلامي خطير يتوجه به الرسول الى جميع المجتمعين، فيقول لهم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا اله الا الله. كأنك يا سيدي تستشف الغيوب، كأنك تنظر من وراء الحجب فترى ان المسلمين سيقتل بعضهم بعضا. الحرب الدائرة الآن على قدم وساق بين العراق العميل، بين العراق العميل لأمريكا. فأمريكا لا تنسى رجال سفارتها في إيران، ولا بد أن يدفع إيران الثمن غاليا، يدفع ثمن الرهائن غاليا. فكيف تصنع امريكا لتدفع ايران الثمن غاليا؟ هل تهاجمها؟ لقد هاجمت امريكا ايران ولكنها فشلت، سقطت الطائرات ليلا. اهل ايران نائمون ولكن الله لا تأخذه سنة ولا نوم. فقوات امريكا الخاصة، رجال الكوماندوز، ركب الطائرات بعدما مكث كارتر طوال سنة كاملة يعد في هذا الهجوم، ولكن الله خيب كيده فسقطت الطائرات ليلا. اتاها الله من حيث لم يحتسبوا، سقطت الطائرات. فهل تنام امريكا؟
هل تنام امريكا عن جواسيسها في ايران؟ لا لا، ان الحرب بين امريكا وايران ليست حربا سياسية، ومن قال انها حرب سياسية فانه لا يدري في مجريات الاحداث شيئا. الحرب بين امريكا وبين ايران حرب عقيدة. يقول تعالى: وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. فماذا تفعل امريكا؟ اتدخل هي بالاساطيل ايرانا؟ لا، ان هذا العمل سيثير مشاعر المسلمين ضدها. اذا فماذا تفعل؟ هناك كلب من كلاب صيدها يريد ان ياخذ مكانة الشاه الخليع، فامريكا تجنده وتجند جيشه ليهلك الحرث والنسل ويقتل الابرياء بالالوف وتسيل الدماء، وامريكا تصل من عليائها. امريكا لها مخالب خف، لها عملاء. صدام الذي يقول ان اهل ايران فرس ومجوس، لا والله، ان اهل ايران مسلمون موحدون بالله، دخلوا الاسلام في عهد الفاروق عمر بن الخطاب، دخلوا الاسلام، ومنهم ابو حنيفة النعمان بن ثابت، ومنهم علماء المسلمين، ومن اهل ايران الامام الغزالي رضي الله تبارك وتعالى عنه من اصفهان صاحب كتاب الاحياء، ومن لم يقرأ كتاب الاحياء فليس من الاحياء، منهم الامام الغزالي، ومنهم عباقرة اللغة والتفسير والحديث. يا رأس النفاق والعمالة، كيف ترميهم بانهم مجوس؟ فمن اهل العراق؟ اهل العراق كما يحدثنا التاريخ كان يحكمهم رجل يسمى النمروز، الذي قال لابراهيم: انا احيي واميت. كان من اهل العراق، واهل العراق هم الذين اشعلوا النار للخليل ابراهيم ورموه فيها، واهل العراق هم الذين قتلوا عثمان بن عفان، واهل العراق هم الذين هجموا على الامام علي في رمضان وهو يصلي الفجر بالمسلمين اماما وقتلوه وهو واقف بين يدي الله، واهل العراق هم الذين قتلوا الحسين ابن بنت رسول الله، واهل العراق هم الذين فصلوا رأس الحسين، واهل العراق هم الذين بخلوا على الحسين بشربة ماء ومات الحسين وهو عطشان، واهل العراق هم الذين شهدوا زينب ومعها 80 من آل بيت رسول الله. فكيف هذا؟ كيف هذا؟ أقلبت الأوضاع يا صدام؟ أقلبت الحقائق يا صدام؟ يا صدام أين شجاعتك في بيت المقدس؟ أين شجاعتك في أفغانستان؟ أين شجاعتك في فلسطين؟ إنها المهزلة والمأساة والملهى. نعم يا سيدي يا رسول الله، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، وعندئذ ينقطع الارسال مرة اخرى لان هناك وحيا ينزل. ولما افاق الرسول بعد ان رفع الوحي، اذا بالوحي اربع بشريات تنزل على سيد الكائنات. البشرى الاولى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوه. البشرى الثانية: اليوم اكملت لكم دينكم. البشرى الثالثة: واتممت عليكم نعمتي. البشرى الرابعة:
ورضيت لكم الاسلام دينا. وتلاها الرسول على اصحابه. الاصحاب لما سمعوها فرحوا. اراهم الان وقد ارتسمت على وجوههم ابتسامات السرور. الا رجلا واحدا لما سمع تلك البشريات بكى بكاء النهر. اتدرون من هذا الباقي؟ انه ابو بكر الصديق. ما يبكيك؟ ما يبكيك يا صديق؟ اتبكي والبشريات تترى؟ اتبكي والمسلمون جميعا في فرح؟ ما يبكيك؟ قال ابكي لان اجل رسول الله يوشك ان ينقضي. فمن اين اخذت هذه الدلالة يا صديق؟ قال الم تقرأوا اليوم اكملت واتممت ورضيت؟ هل بعد الكمال والتمام الا وفاة رسول الله؟ ابكي لان الرسول سيرحل من عالم الدنيا الى رحاب الحق. انه الفهم البصير، انه الفكر الساقط، انه العمق في الفكر، انه القلب الزاكي. ايها السادة، ووقف الرسول بعرفات وبعد غروب الشمس افاض الى المزدلفة، وفي الصباح وقف بالمشعر الحرام ورمى جمرة العقبة بسبع عصيات، وبعد ذلك ذبح وحلق وعاد الى البيت فطاف طواف الزيارة، وعاد الى منى فداس بها، ثم اصبح فرمى الجمار الثلاثة بإحدى وعشرين حصاصا، ثم بات ليلة اخرى بمنى ورمى الجمار بإحدى وعشرين حصاصا، ثم عاد الى البيت الحرام وطاف طواف الوداع. ارى الرسول الان توجه الى المدينة عائدا. معشر السادة، واترك الركب الكريم يسير الى مدينة رسول الله لاعود بكم من هنالك الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها رب العزة وانك لعلى خلق عظيم. ايها الاخوة الاعزاء، تعالوا لما صور رسول الله بعدما عاد بسلامة الله، بعدما ادى حجة الوداع ونزلت عليه البشريات الاربع في يوم عرفة. فهذه هي الاجابة على السؤالين اللتين طرحناهما في صدر الخطبة. مكث في المدينة شهر المحرم وصفر، وفي شهر ربيع، في شهر ربيع الاول، وجات ليلة صفت سماؤها وطاب هواؤها ورق ماؤها. قال الرسول صلوات ربي وسلامه عليه لغلام له يسمى ابا مهيبة، قال له يا ابا مهيبة تعال لنزور مقابر البقيع، فان الله امرني بزيارتها هذه الليلة. اخوتي، السكون عميق، والليل قد ارخى سدوله وغارت نجومه، وارى سيد الخلق واقفا الان بين المقابر ينادي على اصحابها ويقول السلام عليكم يا اهل القبور، هنيئا لكم ما اصبحتم فيه مما اصبح الناس فيه، لقد اقبلت الفتن يسبع اخرها اولها والاخرة شر من الاولى. فتن، فتن كقطع الليل المظلم نحن نعيشها ونحياها. نحن نعيشها. المسلمون قد اعمل فيهم السيف ومضوا على حرب العراق وايران 27 يوما،
والأمة العربية والإسلامية تقف موقف المتفرد. حتى يوم الجمعة الماضي بلغ عدد الدولارات التي انفقت في هذه الحرب 40,000,000,000 دولار. 40,000,000,000 دولار. لو ان هذه الالوف من الملايين وزعت على شعب مصر البائس لكان نصيب كل فرد منا 1,000 دولار كل فرد. ولكن الحكمين يحكمان المباراة بكل حرص وحذر، روسيا على حدود ايران وامريكا في مضيق هرمز، والبترول يشتعل والصناعات تدمر والارواح تزهق، وويل لمصر من امريكا. امريكا وروسيا هما العدوتان اللدودتان للاسلام. امريكا امدت مصر قريبا ب26,000,000 دولار. اتدرون لماذا؟ لشراء السكر، لشراء الزيت، لشراء الدقيق. لماذا؟ لتحديد الناس. 26,000,000 دولار من امريكا الى مصر لتحدد نفسها. اطمئني يا مصر، اطمئني يا امريكا، فان النسل محدد بطبيعته لانه لا زواج. هل هناك احد يستطيع الزواج في هذه الايام؟ هل يستطيع شاب ان يتزوج قبل ان يبلغ 40 عاما؟ لا يمكن، لا يمكن. اذا وجد الزوجة لا يجد السكن، واذا وجد السكن لا يجد خلو الرجل، واذا وجد الخلو لا يجد ما يشتري به الحجرات من دمياط. فاين الزواج؟ الزواج وقف حاله، وقف حاله. واذا قلت للشاب تزوج يقول لك ولماذا اتزوج؟ ان المتزوج كصاحب الملك له مسكن واحد، اما العادف فكالمستاجر له في كل يوم شقه ان شاء. سيما وان السنا والاختلاط اصبح كلا مباحا، وبشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين. لماذا يتزوج الشباب؟ هناك شارع مفتوح، وهناك خمر تباح، وهناك نساء عاريات، وهناك ضلال وبعد عن الله، وهناك افلام واقلام. يا اهل القاهرة، ان الذي حدث في الجزائر قد يكون قريبا بيننا، قد يكون قريبا بيننا. ان زلزال الجزائر استمر دقيقتين اثنتين، لكنه دمر قرى باسرها كانت تعيش على وجه الارض، وفي دقيقتين نزلت الى باطن الارض. اطفال يصرخون، ورجال يولولون، ونساء يعولون. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها، وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضاد. من اي، من اي المصانع الحربية؟ من اي القواعد الجوية؟ من اي المدرعات؟ من اي الصواريخ؟ من اي الدبابات؟ من اي القنابل؟ من اي القاذفات؟ مسومة عند ربك. هل هذه الغارة قاصرة على الجزائر وحدها وعلى مدينة الاصنام وما حولها؟ لا، ليست قاصرة. اسمع معي، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ف
فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الله الله الله. زلزال حدث يوم الجمعة الماضي، الناس نائمون والواحد القهار لا ينام، الناس يغطون في نوم عميق والمنتقم الجبار لا ينام، الناس في مدينة الأصنام نائمون والقرى آمنة هادئة، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. ثم مات. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ثم ماذا؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وحد الواحد. غارة غارة سماوية، لا أقول غارة جوية، فإنها لم تستعمل فيها طائرات ولا دبابات ولا مدفعية ولا حقول ألغام ولا صواريخ. غارة أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. غارة غارة استمرت دقيقتين، بلغ عدد القتلى والجرحى والمشردين من هذه الغارة 400,000، 400,000، اي ما يقرب من نصف مليون، ما بين قتيل وجريح ومشرد. حتى وانا اسمع اذاعة لندن الصباحية اذا بصحيفة التايمز تقول ان رجال الانقاذ وهم ينقذون سمعوا تحت الانقاض صراخ طفلين يستغيثان، طفلي ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يا معشر الزاد، ان الذي حدث في الجزائر ليس بعيدا عن القاهرة، ليس بعيدا عن القاهرة. يا شارع الحرم قف عن الحرام، يا خمايات اتق الله خالق الكائنات، يا قمار اتق الواحد القهار، يا نساء اتقوا صاحب العظمة والكبرياء، يا ظلمة اتقوا من لا يغسل ولا ينام، وحدوا رب الارض والسماوات. 26 مليون دولار من الولايات المتحدة، من عدوة الله، من امريكا لتحديد نفس المسلمين، وانفق منها 10 ملايين على الضالين المضللين المضللين الذين يدعون انهم مسؤولون عن تنظيم الناس
ونسوا ان الواحد الديان يقول افرأيتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون افرأيتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون من الذي خلق الزرع ومن الذي خلق الماء ومن الذي خلق النار ومن الذي خلق المني الذي خلقنا منه انه الله فكيف نحارب الله وندعي اننا سنعدد النجم اتقوا الله فان السلاسل قد اقبلت وزلزال واحد يستمع دقيقة واحدة جدير بان يجعل عالي القاهرة سافلها اتقوا الله اتقوا الله فان السماء قد غضبت علينا غضبا شديدا نحن نحارب الله على ارضه ايها الاخوة ويعود الرسول من مقابر البقيع فيشكو صداعا الم به وينام على فراش المرض والصداع يشتد ينام 13 يوما والحمى تهزه هزا حتى قال لاصحابه اني لاوعك كما يوعك الرجلان منكم وتعالوا معي لنصور الرسول وهو في مرض الموت أرى أمامي عبد الله بن مسعود على رأس وفد من الصحابة الأجلاء يدخلون على رسول الله وهو على فراش الموت الرسول ينظر إليهم بعينين مليئتين بالرحمة ويقول لهم مرحبا بكم حياكم الله وأبقاكم الله وسددكم الله ونفعكم الله اوصيني واياكم بتقوى الله والا نتكبر على الله في بلاده وعباده فان الله قال لي ولكم فلبئس مثوى المتكبرين وقال لي ولكم تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ايها الاخوة الاعزاء عبد الله بن مسعود يسأل الحبيب المصطفى يقول يا رسول الله متى الاجل فيقول له الحبيب يا ابن مسعود لقد دنا الرفيق الاعلى والكأس الاوفى وسدرة المنتهى يقول ابن مسعود فمن يغسلك يا رسول الله يقول له الرسول يغسلني رجال من اهل بيتي الادنى فالادنى مع ملائكة كثيرين يرونكم من حيث لا ترونهم ويدعو الرسول عليا ويقول له يا علي اذا غسلتني فلا تنظر الى عورتي فاني دعوت الله ان يأخذ بصر من نظر الى عورتي يقول علي دخلت ليغسل رسول الله فلم استطع ان اخلع قميصه من شدة النور الذي غطى عيوننا فظل لابسا قميصه وكنا نصب الماء على القميص ونغسل الجسد الشريف بالقميص قال ابن مسعود يا حبيب الله ففيما نكفنك قال في يمنية بيضاء يعني في ثوب ابيض من صنع اليمن قلت يا رسول الله فمن يصلي عليك قال الحبيب اذا غسلتموني وكفنتموني فدعوني على شفير القبر ساعة وحدي فان اول من يصلي علي الله رب العالمين الله 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 يا سيدي يا رسول الله
دعوني على كثير القبر ساعة واحدة، فإن أول من يصلي علي الله، ثم يصلي علي جبريل وميكائيل، ثم يصلي علي إسرافيل وملك الموت، ثم ادخلوا علي جماعات وفرادى وصلوا علي. أيها السادة الأعزاء، قالوا فمن يدفنك يا رسول الله؟ قال رجال من أهل بيت الأدنى فالأدنى مع ملائكة كثيرين يرونكم من حيث لا ترونهم. وقبل أن يغلق باب الحوار بين ابن مسعود وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحبيب لابن مسعود: يا ابن مسعود، أبلغ من غاب من صحابتي مني السلام، وأشهدكم يا أصحابي أنني أسلم على كل من قال لا إله إلا الله. ويسلم الرسول الروح وهو يلفظ الأنفاس الأخيرة. سأل عائشة سؤالا: كم عندي من المال يا عائشة مع تركة رسول الله؟ هل قالت له: لنا في بنوك سويسرا 1,000,000,000، وفي بنوك واشنطن 1,000,000,000، وفي بنوك لندن 1,000,000,000، وفي بنوك باريس 1,000,000,000؟ قالت: ليس عندنا الا 7 دنانير يا رسول الله. الدينار يساوي 50 قرشا بالعملة المصرية، يعني 3.5 جنيه. قال لها الرسول: تصدقي بهن يا عائشة قبل ان اموت. وبعد لحظة سألها: هل تصدقت بالدنانير يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، شغلي بمرضك انساني ان اتصدق بها. فبكى الرسول وقال كلمته الشهيرة: كيف يلقى محمد ربه وفي بيته 7 دنانير؟ شيء خطير، شيء خطير. ايها الاخوة الاعزاء، والان آن الاوان لما زار قبر رسول الله. تعالوا نزور القبر الشريف. نحن الان متوجهون الى الروضة الشريف، نحن الان واقفون امام القبر الشريف. السلام عليك يا رسول الله، نشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وكشفت الامة وجاهدت في الله حق جهاد حتى اتاك اليقين. ايها الاخوة الاعزاء، تأخروا الى اليمين مقدار ذراع. نحن الان امام قبر ابي بكر الصديق. السلام عليك يا ابا بكر الصديق. تأخروا ذراعا الى اليمين مرة اخرى. نحن الان امام قبر عمر. السلام عليك يا عمر بن الخطاب. ايها الثلاثة الابطال، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اشف امراضنا وارحم امواتنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم وحد شتات المسلمين، اللهم انصرنا على اعدائنا، اللهم اعد المسجد الاقصى الينا يا رب العالمين. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ايها الاخوة الاعزاء، غدا يوم عرفات فصوموه، فان صيام يوم عرفة كما اخبر الصادق المصدوق يكفر ذنوب سنتين، سنة مضت وسنة آتية. صوموا يوم عرفة عسى الله ان يغفر لنا ذنوبنا. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة.
اله الا الله محمد رسول الله. قال تعالى: فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. وحد الله. يستحب لمن ضحى ان يقسم الاضحية الى ثلاثة اقسام. ما توحد يا مسلم قل لا اله الا الله. هي الاضحية عبارة عن ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص بنية القربة الى الله تعالى. ثلاث كلمات عايزين نتكلم فيهم النهارده. ذبح حيوان مخصوص هو ايه؟ ثلاث انواع من الامعاء: الابل والبقر والغنم. غير الثلاثة دول ما تسماش اضحية. يعني ما يجيش واحد يوم العيد يشتري جزء ارانب ويذبحه ويقول لك انا ضحيت النهار. لا لا، سيبك من شغل القنارف ده. هو كان في واحد بتاع طيور في شارع عبد باشا حد يتكلم بالنحو فكتب على قفص الارانب رسل القنارف في 8 سنين. كان زمان بقى 52 كده. فزميلي لما اراه بيقول لي: القنارف دي جمع ايه؟ قلت له: يا ابني جمع قن رب، ما لهاش صله بالارانب ابدا. الحب يتكلم بالنحوي فقلي بالهمز قاف، عامل زي المعده اللي كانت ملزمه نحو طلعت من جوه تقول ما. انا عايزك توحد الله. يبقى الاضحية لابد تكون واحد من هذه الانواع الثلاث: الجمال او البقر او الغنم. طيب لها شروط. الجمل ما يقلش عن 5 سنين، والبقرة ما تقلش عن 2 سنين، والغنم ما تقلش عن 1 سنة الا اذا كان ضأن، فالضأن يصح الضحي بيه وعنده 6 أشهر، لان لحم الضأن بيبقى لحم ايه؟ جيد. تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب. وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. فالجمل يبقى ابن 5 والبقرة تبقى بنت 2 سنين والغنم يبقى ابن 1 سنة الا اذا كان ضأن يبقى يجزئ فيه 6 أشهر. طيب انا لما احب اشتري الاضحية هروح اقول له: هات شهادة الميلاد يا ابني اللي بتبيع عما تشوفها من مواليد كام. قرار اللي طلع ذاك النهار مش عارف ايه بقى، نقل المادية من محافظة لمحافظة. يعني يفرض لا مؤاخذة ان في خروف اتولد في محافظة الغربية، لو الثقل راح الاليوبية يعملوا له محضر؟ قال دي اللي هتحل مشكلة اللحم. والله ده احنا مشاكلنا ما احنا غير ربنا بس. قال البشر لا يقوى على حلها. والله انا عايز اتوحد الناس. يبقى انت تشتري الشيء وتقول لي: يا ابني ده عنده 5 سنة، وتاخد من كلامه وهو يبقى المسؤول امام الله. الجمل يجزي عن 7، يعني ممكن 7 يشتركوا في جمل وممكن 7 يشتركوا في بقرة، انما الغنم ما يصحش غير واحد بس اللي يذبح. يعني ما يصحش تجيب 7 من الشارع تقول لهم يلا نشترك في معزة، لا يبقى تياري برضه مش وديها يعني اشترك في معزة ليه؟ هيطلع لك منها قد ايه؟ لن تطلع لك حاجة من بيت الكلام ولا ميت هوفن كمان ولا حكوة ولا فليت ولا سكولوب الكلام اللي بيطلعوه في المعيز. الغنم عن واحد. يعني انا واهل بيتي مثلا اشتري كل حين من عيالي راس غنم؟ لا، واحد هو واهل بيتي. انما ما يروحش يشترك بقى يجيب لي 6 من اهل الشارع ويجيبوا المعزة في الشارع ويذبحوها اشهد وناي احنا ضحينا. لا، في وقت مخصوص، الوقت اللي تسبح فيه الاضحية يكون بعد صلاة العيد. ليه؟ النبي قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أدى السنة. ونحن إدراك احنا واعين فيه. ليلة العيد تلاقي الجزار طول الليل قبل ما نصلي الفجر يقول لك جزار، والناس تناديله يذبح بالليل. طب انتوا ذبحتوها على سنة مين؟ ده لسه الناس ما صلتش بعيد، يبقى لا تخبى. ليه؟
ربنا قال إلا أعطيناك الكوثر فانحر لربك وصلي، ولا فصلي لربك وانحر. أتتنا الآية، أتتنا الآية، قلنا لا ننحر الأول وبعدين نصلي على مهلنا. بيفكروني بالشاويش بتاع السجن الحربي لما كانوا يروحهم عشان يتوضوا يصلوا، يقوموا عايزين يدخلوا دور المية الناس اللي بتعذب المسلمين، واقفين صابر على دور المية ودور المية كبنين واحد، فالحنفية بتاعت الوضوء فضل. يقوم الشاويش الجاهل يقول لهم ايه؟ طب ما تتوضى يعني انت هو الاول وبعدين يدخل دور المية. هو مش عارف، هو مش عارف، ده هم جايبين عبارة عن آلة صماء لا تسمع ولا تحي. هو بني آدم بس ناقص يتركب له ذي الجد، لو يتركب له ذي خلاص بقى حتة حيوان محترم. قال اتوضى انت هو الأول وبعد كده بايه ادخل ضغط المية. حاجة شيء غريب الحقيقة، يعني تحفة تحف والله. وحد الله، يبقى الوقت لابد يكون بعد صلاة العيد. قبل الصلاة لا تسمى وضحية. قلت مستعجل ليه؟ طب ما انت عندك اذبح اول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم، ده الاربع ايام بتوع العيد كلهم يصحي فيهم الدار. يبقى انت مستعجل ليه في العيد؟ ما تاخدش ثواب الوضحية ابدا. ايه كمان؟ البنية القربة الى الله. خد بالك من الماضي، في ناس بتذبح يوم العيد فعلا بس ما فيش على ذهنه حاجه اسمها قربة الى الله. يعني انت لو سالت الناس اللي هم الهايلايت، الناس اللي فوق اللي بيذبح يوم العيد فعلا بس المدام مش بتذبح، لو قلت لها انت بتذبح النهارده ليه؟ تقول لك بطاح كان بيعمل كده. طب يا هانم ما عندكش فكره ان سيدنا ابراهيم كان راح يذبح ابن اسماعيل؟ تقول لك اسماعيل مين؟ انت مش عارف سيدنا اسماعيل؟ لا ما اعرفش غير اسماعيل يا سيد. هي دي اضحيه؟ دي اضحيه برضه؟ ابدا. اشترط في الاضحيه انك تنوي بها وجه الله. تنوي بها ايه؟ وجه الله. انما ما شاء الله علينا النهارده اللي بيذبح لا عنده فكره عن ابراهيم ولا عن اسماعيل ولا عنده فكره عن عيد الاضحى بانها بتذبح ليه في عيد الاضحى. لان النهارده اللي بيتعلم له كلمتين في اللاتيه فرنسيه وبيدخل الجامعه الامريكيه بينسى دينه اسلامه ونبيه وقرانه. واحنا عايشين مع الاسلام؟ هو لو كان البلد فيه ريحه من الاسلام كنت ترى في الجرايد فرقه هاني مهنا ستقيم حفله للراقصه نجوى فؤاد تعبر فيها عن تاريخ مصر بطريق الرقص. مش عارف دي هتعبر ازاي عن تاريخ مصر بطريق الرقص؟ يعني لما هتيجي تتكلم مثلا عن موقعة انجلون ترقص ازاي؟ ها؟ اشياء غريبة. لو المصيبة هاني مهنة، يعني نفس الكلمة تنفع اغنيه هاني مهنة هاني مهنة يلا تهنى اي كلام. اي بلد تعبر عن تاريخ مصر بطريق الرقص؟ شيء غريب. اعلان ثاني يقول لك المطرب العالمي خليو. خليو، خلي بالك من خليو، خليها خلي. يقيم حفلة ساهرة في المينا هاوس. الله يهوزك يا ابو عادة. تذكرة كام؟ درجة اولى بمية جنيه وتانية بخمسة وسبعين. اعلان والاخر يقول لك ان الناس بتحقد. طب ما هو لابد الناس تحقد لان الحقد ناشئ عن الظلم والنفاق. ما دام فيه ظلم ونفاق لابد يكون فيه حقد. انا لما الاقي واحد راكب شيفورليه وراح يطلع تذكره ب 100 جنيه عشان المطرب العالمي خليو، خواجه خليو، اه شايفه بيقطع تذكره ب 100 جنيه وانت صاحب اسره عندك سته اولاد ومراتك تبقى الفاميليا كلها ثمانيه عشان تطبخ طبخة يوم الخميس اسمه الخميس الحزين. ايوه تجيب كيلو لحمة باتنين ونص، هذا ده لو الجزار ابن حلال. انما ده الجزار عنده اوامر انه يخلي تلت الكيلو دهن وتلت الكيلو الثاني شغط وتلت حاط، يعني المهم ما يجيبش لحمة ابدا. اذا قلت له التسعيرة كده وما تفهمش بالفعل ده هو معاه ستين، هنزل رقبة الزبون. ولذلك الواحد صاحب قدام الجزار يلتزم الادب.
يعني اوعى تسوي اللي زاحل انا ما بتعملش بايده ده السكينه ويصبر على طول يعني الراجل جراح خطير يعني جراح من الدرجه الاولى هيديك الكيلو اللحمه باتنين ونص عشان كمان تطبخ الطبخه عايز شويه رز على شويه عيش على شويه خضار بلاش ابعد عن البسله وابعد عن الباميه خليك في الكوسه ده تبقى حوسه طيب يعني المهم هتكلف الطبخه كمان 150 ساعه يبقى ده 4 جنيه انت بسلامتك بتاخد 30 جنيه يبقى ال 4 جنيه خدوا 4 ايام في غزو مرتب 4 ايام في غزو وابص الاقي واحد داخل ب 100 جنيه عشان يسمع المطرب سيليو اللي طبعا لابد يحكي هو ايه الكلام ده؟ هو انتم مفكرين ان الناس ملايكه؟ الناس بشر ده لما يشوف واحد راكب عربيه فخمه شوفر ليها مرسيدس بنز يقول يا سلام شوف يا جدع العربيه والله الواحد يتمنى يموت شهيد تحتها يا سلام يا سلام يا شهيد المرسيدس فغلط ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون انا عايزك توحد الله يبقى ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص بنيه القربه الى الله يعني تكون نيتك ان هذا العمل تقدمه عباده لله فاذا انقلبت العباده الى عاده لا ثواب عليك يعني في ناس كتير بتذبح بس ما بتذبحش لله بتذبح عشان خاطر تدعي ميمي وفيكي وزوجه وينمشي تبص تلاقي في الجرايد مكتوب ايه تم عقد زواج الانسه نانسي على الانس منسول ايه ده احنا فين يا فندم احنا فين شيء غريب شيء غريب بعد ما توحد من لا يغفل ولا ينام ويجي يذبحوا الخروف ويحمروه وتنحط ازاز الشمبانيه بقى دي اضحيه اضحيه برضه جنب الخمره والرقص والضغط وال حاجه غريبه الحياه يبقى لابد نضحكم بنيه ايه؟ القربه الى الله. طيب يشترط في الاضحيه ان تكون سليمه من العيوب يكون عينها سليمة ورجلها سليمة ودنها سليمة ليه؟ لأنك ستقدمها هدية إلى مالك الملك وملك الملوك. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ولذلك سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه كان كل ما هو ماشي يتصدق على الاطفال بقطع السكر مال يجيبوا اوالب سكر وينادي على الاولاد يدي لكل واحد الف سكر فبيسالوه اشمعنى يا حسن ما بتتصدقش الا بالسكر قال لانني احبه والله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون شوف الكلام شوف الكلام ولذلك الاسلام عارف طباع النفس البشريه لو قال طلعوا الاضحيه كلها صدقه قال لا امال انا ذبحني وتعب نفسي ما كلش منها انا وعيالي ده كلام انت ربنا قال له لا اقسمها ثلاث تلت انت وعيالك وتلت تهادي بيه اصدقائك وتلت للفقراء والمساكين بس بشرط ان يكون اعظم الاسلاك الثلاثه ما تخرجه للفقراء والمساكين فتوحد الله رب العالمين ليه لان ربنا قال يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم انفقوا من طيبات ايه ما كسبتم وبعدين بيقول ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد يا سلام يعني الشيء اللي تحب تاكله طلع منه يعني ما يجيش الفقير تقول انت خلصت بقى على بيت الكلاوي وخلصت على العكوه والفينيتو والاسكولوب فاضل ايه؟ تعالى خد الكومه بتاعتك دي الكومه عباره عن كرش وانت بتتخلص منها عشان ما تقلبش بريحه البيت هو النهارده حد بيفتكر الفقير اللي بعد ثلاث ايام من الاكل طبق ملوخيه بايت يكون عمال يبقلب كده بيضرب بالقله هذه الجمع خد هذه الملوخية دي يوم الفقير يشربها يسكر منها لانها تخمرت ده بس ما يسكرها كل طب انت هتكسرك ليه الفقير هتعلمه شرب الخمر اخضع عليك ده كلام
ده كلام. ولذلك شوف سيدنا النبي محمد يا سلام بعد ما ذبح الأضحية دخل آخر النهار سأل الأزواج ماذا بقي من الأضحية؟ قالوا له يا رسول الله وزعناها كلها ولم يبق منها سوى ذراعها. يا خبر ابيض، الذراع اللي هو عبارة عن الرجل اللي قدام اللي احنا بنسميها كوارع دي. تعرف النبي عليه الكلمة في غاية العظم، قال كلها باقية إلا ذراعها. خد بالك حلي الكلمة دي بقى شوية معايا. انتوا فاضل ايه من الخرتان اللي ذبحناها؟ قالوا طلعناها كل ايه؟ ما فاضلش غير الذراع. النبي قال كلها باقية إلا ذراعها. يعني كل اللي انتوا طلعتوه ده باقي عند الله. ما عندكم ينفد وما عند الله باقي. ولذلك السيدة عائشة في عصر معاوية بن ابي سفيان تصدقت بمئة الف درهم في يوم واحد. تبعت الجارية روحي بيت فلان وتسر لها السرة وتيجي. تعرف المغرب الدمت عائشة تسأل الجارية تقول لها ماذا عندك من الطعام لانني صائمة. قالت لها يا ام المؤمنين ليس عندي طعام. شوف تصدقت بمئة الف درهم ونسيت طعام افطارها. ليه؟ كانت في حالة اندماج مع الله. خلاص اندمجت في طاعة الله.